هاد وزير الدفاع أول صدق صبحي ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار في سيناء مشهد بيؤكد إن الدولة لابد إنها تظهر وتكذب أي ادعاءات مزعومة تحاول أن تسوق لها الجماعات الإرهابية، فتظهر هنا الدولة لابد أن تظهر بهذا المشهد اللي هنشوفه، إنه يعني لما يبقى وزيرة الدفاع والداخلية في سيناء مشهد يستحق تسليط الضوء عليه، وأتمنى إنه كمان نجد وزراء كتير يذهبون إلى سيناء، ونجد كمان وفود ثقافية وفنية ورياضية تذهب إلى سيناء مهما كان الثمن. البعض هيقول لك أصل ده يمكن أن يكون مدخلا للاستهداف، يعني مهما كان، لكن النتيجة اللي أنت بتحققها هي نتيجة معنوية كبيرة بتدحض وتكذب مزاعم هذه الجماعات اللي بتحاول دايما تسوق إلى أنها اختطفت سيناء. في إطار المتابعة الميدانية للخطط والمهام الأمنية التي تكلف بها قوات إنفاذ القانون، التقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية مقاتلي القوات المسلحة والشرطة من قوات التأمين بشمال سيناء. واستهل الفريق أول صدقي صبحي لقاءه بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح الشهداء، ونقل القائد العام تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بعطائهم وتضحياتهم دفاعاً عن أمن مصر وشعبها العظيم. وأكد القائد العام أنه لا تهاون في حماية أمن مصر القومي وتطهير أرض سيناء من كافة أشكال التطرف والإرهاب بفضل تلاحم الشرفاء من أبناء سيناء الذين يقفون في خندق واحد ويخوضون مع إخوانهم بالقوات المسلحة والشرطة أروع ملاحم الوطنية المصرية. مش ممكن أبداً يعدي احتفالنا بيوم الشهيد وما نجيبش سيرة الأبطال الشهداء وكمان سيرة المصابين، مدى الشجاعة والإقدام والإصرار لكل مصاب موجود في المستشفى أين كانت هي فين، ان هو مصر ان هو يرجع هنا تاني يقاتل مع زمايله يجيب حق زمايله. ولما بتكلم على حق زمايله يعني حق كل مواطن مصري، مش كل زميل استشهد او اصيب بس، لا، حق كل مواطن مصري اللي المفروض مفيش مخلوق من الارهابيين دول يكون موجود على ارض مصر ابدا. ان شاء الله رب العالمين مستحيل هنترك هنا الا لما نطهر الارض دي من كل مجرم بيحاول يدنس الارض دي. لافتاً إلى جهود أجهزة ومؤسسات الدولة من أجل استعادة الأمن والاستقرار والتنمية بهذا الجزء العزيز من أرض مصر، مؤكداً أن سيناء ستظل رمزاً لانتصار إرادة الشعب المصري العظيم جيلاً بعد جيل. وأدار القائد العام حواراً مع القادة والضباط والجنود اطمأن خلاله على الروح المعنوية العالية التي يتمتع بها مقاتلو شمال سيناء، وقام القائد العام بتكريم عدد من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والمجندين المتميزين من رجال القوات المسلحة والشرطة تقديرا لجهودهم في تحقيق العديد من النجاحات الأمنية خلال العمليات في سيناء. وقام القائد العام ووزير الداخلية بجولة تفقدية بمدينة العريش وسط حفاوة بالغة من الأهالي والمواطنين الذين أكدوا اعتزازهم بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة والشرطة والجهود المبذولة لدحر الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار بمدن شمال سيناء.
صحة. حضر الجولة اللواء أركان حرب ناصر عاصي قائد الجيش الثاني الميداني ومدير أمن شمال سيناء.